السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض المحاضرة الأخيرة إن شاء الله في الكيمياء التحليلية. في البداية هناخد بعض التعريفات المهمة. المفروض التعريفات دي خدناها في سنة أولى، يعني في العملي. أول حاجة الإكويفلنس بوينت، اللي هي نقطة التكافؤ، والحاجة التانية اللي هي الإند بوينت. Equivalence point is the point at which the reaction is theoretically complete، اللي هي النقطة اللي بيكون عندها التفاعل نظريا اكتمل. ال end point is the point at which the reaction is observed to be completed، اللي هي نقطة النهاية اللي هي بنقدر نشوفها بعيننا، اللي هي النقطة النهاية اللي كنا بنحسبها في المعمل عندنا. مثلا كان يتغير الدليل من لون مثلا عديم اللون لبيل بينك مثلا، أو من يولو لأورانج والكلام ده. بيقول لك الهدف من عملية، الهدف إن نقطة النهاية زي إند بوينت تكون قريبة جدا من الإكويفلنس بوينت، تكون قريبة جدا من الإكويفلنس بوينت. ده الهدف من عملية التيتريشن. كل ما تكون عملية التيتريشن، عملية المعايرة، عملية سليمة أو دقيقة، كل ما يكون ان الثوريتيكال فاليو بتاعت الاند بوينت هي اللي هي الايكوفلنس بوينت تساوي الاند بوينت. تايبس اوف اسيد بيس تيتريشن، اللي هي انواع معايره الحمض، الحمض والقاعده، معايرات الاحماض والقاعده. الاول سترونج اسيد، حمض قوي، فيرس سترونج بيز، اللي هو معايره حمض قوي مع قاعده قويه. مثال ليها HCl، حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم. رقم اتنين اللي هو weak acid versus strong base، اللي هو معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية. الحمض الضعيف مثل حمض الخليك أو حمض الأسيتيك أسيد وهيدروكسيد الصوديوم. رقم ثلاثة strong acid versus weak base، اللي هو معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة، اللي هو الحمض القوي حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الامونيوم القاعده الضعيفه. ويك بيز فيرس ويك اسيد، اللي هي معايره حمض قاعده ضعيفه مع حمض ضعيف مثل هيدروكسيد الامونيوم وحمض الخليك او حمض الاسيتيك. بيقول لك ملحوظه مهمه، اونلي سترونج اسيد اور بيز از يوزد از ا تيترانت، يعني اللي يتحط في السحاب. ديتكشن اوف ذا اند بوينت، اللي هو طرق أو كيف يمكن التعرف على الإند بوينت. طبعا احنا عارفين إن يمكن التعرف على الإند بوينت عن طريق الأسيد بيز إنديكيتورز اللي هي الأدلة، أو النيوتراليزيشن إنديكيتورز اللي هي أدلة التعادل. أسيد بيز إنديكيتور اللي هو دليل الحمض والقاعدة، is a weak acid or weak base for which the color of the ionized form is markedly different from that of the molecular form. يعني هو حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة، اللون بتاعها بيتغير من صورتها المتأينة عن صورتها الغير متأينة، اللي هي الصورة الأساسية. أمثلة للأسيد بيز إنديكيتور الفينول فيسالين اللي هو كنا بنستخدمه في المعمل، اللي هو بيرمز له بالبي اتش بي اتش، والميثايل اورانز اللي هو الميثيل البرتقالي اللي يرمز له بالميثايل ام او. اول حاجه ناخدها مع بعض هي الفينول فيسالين اللي هو بي اتش بي اتش. هو از ا ويك اسيد، حمض ضعيف، هو على فكره حمض عضوي ضعيف. تمام. الصوره اللي هي الغير متعينه اللي هي هيرمز لها اتش اي ان، اي ان يعني جايه من كلمه انديكيتور، بتتفكك يدينا الهيدروجين ويدينا الصورة المتأينة بتاعته. الصورة دي colorless اللي هي في الصورة acidic form اللي هي في الصورة يعني في الوسط الحامضي اللي هو ده اسمه المولكولار فورم، الصورة الغير متأينة. وطبعا الصورة الغير متأينة بتاعته اللي هي بينك، مش ريد فايلوت، هي المفروض بينك دي في الصورة الغير متأينة اللي هي بينك اللي هي ionized form. البي اتش رينج بتاعته اللي يقدر يقيس فيها، البي اتش رينج اللي هي المدى من الرقم الهيدروجيني الذي يستطيع الدليل ان هو ينفع يشتغل فيه. الدليل بتاع الفينول فيسالين المدى بتاعه من 8 ل 10، يعني من 8 ل 10، لو اقل من 8 ما يقدرش يشوف نقطة النهاية، لو اكبر من 10 ما يقدرش يشوف نقطة النهاية.
الميثايل اورنج يرمز هو قاعده ضعيفه، ده كان ويك ويك اسيد، ده ويك بيز. الصوره بتاعته الغير متدينه لونها ريد، تمام؟ في الاسيد فورم لونه ريد، ده اللي هو المولوكولار فورم، هي الصوره الغير متدينه. في الصوره اللي هي متدينه لونه بيبقى يلو، اللي هو في البيز ميديوم اللي هو بيز فورم، ده هو الايونايزد فورم. البي اتش رينج بتاعت الميثايل اورنج من 3 ل 5، اللي هو المدى من الرقم الهيدروجين الذي يصلح لعمل الدليل بتاع الميثايل اورنج من 3 ل 5. يعني ممكن تيجي في الاختيار مثلا مدى الرقم الهيدروجيني بتاع الميثايل اورنج مثلا من كذا لكذا ومن كذا لكذا ومن كذا كذا، فين الاجابه الصحيحه من ضمن الاجابات. الاتش اي ان اللي هي كان الحمض اللي هو الويك اسيد، اتفكك يدينا اللي هو الهيدروجين ويدينا الصورة الغير متعينة. لو جينا نحسب الكي بتاعت الاي انديكيتور حاصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، يبقى يساوي كي ايه اللي هي ثابت التعيين لان هو حمض ضعيف. هنودي الهيدروجين الناحية التانية، هنودي الهيدروجين دي هنوديها الناحية التانية، والكي انديكيتور هنضربها في المقدار ده، هيطلع عند القيمة دي الهيدروجين ايون، تركيز الهيدروجين ايون يساوي الكي انديكيتور في حاصل ضرب الصورة الغير متعينة على الصورة المتعينة. لو خدنا سالب لوغاريتم الطرفين، لما هاخد سالب لوغاريتم عشان دي اخليها موجب، هعكس هنا، هخلي البسط مقام والمقام بسط، يبقى تطلع القيمة بتاعة البي اتش بتاعته، بي اتش تساوي بي كي انديكيتور زائد لوغاريتم الصورة الغير متعينة على الصورة ايه؟ اللي هي الصورة المتعينة، آسف، على الصورة الغير متعينة. بيقول لك يمكن للعين المجردة أن ترى إحدى الصورتين إذا كان تركيزها 10 مرات ضعف الأخرى، تركيزها 10 مرات ضعف الأخرى. يعني بمعنى الأصح لو رجعنا للسلايد اللي قبل ديت، لازم الصورة من دولت تكون تركيزها 10 مرات من ديت عشان أقدر أشوف لون الدليل، عشان اقدر اشوف التغير في لون الدليل. بمعنى الاصح ان القيمه اللي هي لوغاريتم الصوره الغير متعينه على الصوره المتعينه لازم تساوي 1، لازم تساوي 1 او سالب 1، الاثنين ماشي. يبقى البي اتش عشان اقدر اشوف فيها البي اتش رينج يساوي بي كي انديكيتور سالب او موجب 1، يبقى لازم قيمه اللوغاريتم اللي هي الصوره المتعينه على الصوره الغير متعينه، الصورة المتعينة على الصورة الغير متعينة، لازم تكون مقدارها 1 أو سالب 1. يقول لك the BK indicator the BK in اللي هو of the indicator should be close to the BH of the equivalence point، لازم تساوي ال BH عند نقطة التكافؤ. هناخد مع بعض اللي هي titration curves. طبعا احنا خدنا titration curves يعني منحنيات المعايرة، خدناها في سنة أولى، اللي كان بيجي يرسم لك يقول لك المعيد لما كان بيديك يقول لك منحنى المعايره في حاله معايره حمض قوي مع قاعده قويه كان يطلع بالشكل ده، في حاله معايره حمض ضعيف مع قاعده قويه كان يطلع بالشكل ده. بيطلع ليه بالشكل ده؟ هنعرف مع بعض يعني ايه بيطلع بالشكل ده. يعني ايه تيتريشن كيرف؟ هو علاقه بيانيه ما بين الرقم الهيدروجيني والحجم المضاف من الحمض او القاعده. يبقى هو علاقه بيانيه تمثل العلاقة ما بين الرقم الهيدروجيني على المحور الصادي والحجم المضاف من الحمض أو القاعدة على المحور السيني. أول حاجة هندرسها مع بعض سترونج أسيد معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية. الحمض القوي هو HCl والقاعدة الضعيفة هي NOH. لو عندي 100 ملي 1/10 مولر HCl هعايرهم مع 1/10 مولر من NOH، كالكوليت ذا بي اتش از فولوينج اديشن. يعني لو هنا ما ضفناش حاجه من ال ان اتش البي اتش هتساوي كام؟ طبعا تساوي سالب لوغاريتم التركيز. طب لو ضفنا 10 مللي من هيدروكسيد الصوديوم على 100 مللي ايه اللي هيحصل؟ لو ضفنا 50 مللي، لو ضفنا 90 مللي، 99، هنشوف البي اتش هيحصل لها ايه. في الاول خالص هتلاقي ان البي اتش هتبقى طبعا في الوسط الحمضي هتبدا تزيد 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 لحد ما يحصل حاله من الثبات. هنشوف مع بعض لو هنا اد 0 مللي وفي ان اتش، يبقى هنحسب على طول ال تركيز الايون الهيدروجيني يساوي 100 في 1/10 على 100 عشان الحجم الكلي 100 وهو اساسا 100، هتاخد سالب لوغاريتم على طول اللي هو 1/10 هيدينا البي اتش هيساوي 1.
طب لو ضفنا 10 مللي، ال 10 مللي دي هتتفاعل مع 10 مللي من اتش سي ال، ال 10 مللي من هيدروكسيد الصوديوم هتتفاعل مع 10 مللي من اتش سي ال، يعني هيتبقى في المحلول 90 مللي من الاتش سي ال ما تفعلش. يبقى عشان احسب تركيز ايون الهيدروجين يبقى 90 في 1 من 10 على الحجم الكلي، الحجم الكلي هنا هيبقى 110. ليه؟ لان 100 زائد ال 10 اللي انا ضفتها بتاعت هيدروكسيد الصوديوم هيطلع قيمة تركيز الهيدروجين ايون كده، هاخد له سالب لوغاريتم، هيطلع 1.9 من 100. طب لو ضفنا 50 مللي، 50 مللي هيتفاعل مع 50 مللي بين